يقول أبو سليمان الداراني: كل يوم أنظر إلى المرآة، أسود وجهي من الذنوب أم لا؟ لأن شعارهم في الحياة قول الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الاعتراف بمزايا الآخرين من صفات الأنبياء، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وإنكار هذه المزايا من صفات الشيطان. قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أي كلمة، أي لفظ، أي حرف مسجل ومكتوب، يخمشون وجوههم وصدورهم لأنهم كانوا يقعون في لحوم الناس وفي أعراضهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلى كل مغني وإلى كل مغنية نقول لك: هذا الصوت الجميل إذا كان في القرآن تتغنى به، ترتفع درجات عند الله في الجنة، لأن الإنسان إذا أحب شيء عاش عليه ومات عليه ويبعث يوم القيامة عليه. في من الناس من مات وهو يغني، وفي من الناس من مات وهو يقرأ. من هم أصحاب النعيم الحقيقي؟ هم الذين ذكرهم الله في كتابه، قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم. نعيم في الدنيا، ونعيم في القبر، ونعيم عند لقاء الله.